طيب بينضم لنا دلوقتي استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا شيماء، وبرحب بيك. عايزين طبعا الاهلي احمد، عايزين نعرف منك اكيد طبعا اخر التفاصيل الخاصه باتحاد الكوره، اي حاجه تكون موجوده في اتحاد الكوره عايزين نعرف اخبارها، دايما بنكلمك، فقول لنا ايه اخر الاخبار واخر الملامح اللي حصلت، وكمان عايزين نعرف كواليس اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره النهارده. خليني اقول لك في البدايه انه اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره يعني ما عادش بينعقد كاملا، خلاف بقى في بعض الاعضاء زعلانين، في بعض الاعضاء مشتاقين. يعني لو قلنا ان الكابتن حازم امام ما عادش بيحضر بقى له فتره، كابتن سيف ساهر، دول لو قلنا فيهم اعتراض، حتى لو اتقال لك انه الناس دي ما بتحضرش علشان خاطر هم مثلا مشغولين او عندهم منهم. لكن لا، في يعني شبه اعتراض كده منهم على بعض القرارات ان هم يحضروا. في الدكتور كرم كردي مسافر بره مصر مش موجود. في يعني انا شايف انه الاجتماعات ما بتكتملش، ولكن النهارده اجتماع مهم جدا، عندهم جمعيه عموميه 30 و31 اكتوبر. صحيح. جمعيه عموميه للاتحاد الافريقي يوم 29 و30 اللي جاي شرم الشيخ، فبيحضروا للحاجات دي. المجلس لم يكتمل، ولكن الاهم من ده كله انه في مشادات بتحصل داخل مجلس اداره اتحاد الكوره. البعض يرى انه ما كانش في داعي انه يتلعب السوبر المصري السعودي اللي هو في السعوديه، البعض يرى انه كان لازم يتلعب، خلافات لان الدوري مضغوط والاجنده مضغوطه، فبالتالي هتبداوا ترحلوا وتاجلوا ماتشات لحساب ماتشات، ففي حاله عدم وفاق او في حاله عدم اتفاقيه حول القرارات. يعني مثلا ان اتكلم مع بعض الاعضاء يقول لي ده انا ما اعرفش القرار ده اتاخد ازاي، طب ما انا لما انت ما تعرفش مش هتعرف. فبتلاقي القرارات يا اما متاخده من واحد او اثنين. دكتور اشرف صبحي في تصريح مهم ليه جدا قال لك البيان اللي صدر عن اتحاد الكوره ده صادر من اتحاد الكوره، ما انا ماليش علاقه بيه. اصبح ان الموضوع هنا بيتوه شويه، طب هل السوبر المصري السعودي ده يتلعب ما يتلعبش؟ فده اللي حاصل دلوقتي واللي عليه مشادات داخل مجلس اداره اتحاد الكره. اعتقد ان هم هياخدوا قرار نهائي بعد قليل، يعني ممكن يطلعوا لنا قرار نهائي. في برضه بعض الخلافات حول ان الكابتن عصام عبد الفتاح، وبقول لك دوت الموضوع يعني يعتبر لسه ما طلعش عندك، بلغهم رسميا ان هو مش هيكمل كرئيس لجنه الحكام، شوفوا حد غيري انا مش هينفع اشتغل، ولكن هيفضل في منصبه في اتحاد كعضو في اتحاد الكوره. هيفضل في منصبه كعضو اتحاد الكوره، ولكن ما تزعليش مني يا شيماء، انا دلوقتي لما باجي كل واحد ليه ملف، ما هو ما فيش حد بيعمل حاجه للجمعيه العموميه اللي هم انتخبوهم، فطالما انت ما بتعملش حاجه للجمعيه العموميه انا موجود داخل اتحاد الكوره، انا راجل اعلامي يبقى اطور الناحيه الاعلاميه، انا راجل حكم يبقى اطور الناحيه التحكيميه، انا راجل مهندس يبقى اطور الناحيه الانشائيه، ولكن ما جيش بقى انا طالما انا حكم وهاتوا حد من بره، طب يبقى ليه انت دخلت من الاول؟ انا راجل. طب مين ابرز الاسامي المرشحه دلوقتي عشان تكون طبعا خليفه ليه؟ هو ابرز الاسماء المرشحه لو قلنا كابتن جمال غندور مش هينفع، لانه شغال في قناه عندها نادي، شغال في الدوري، فكده الكابتن بعيد. لو قلنا انه الكابتن احمد الشناوي، فهل هيترك التحليل في القناه اللي هو شغال فيها الاخرى بحيث ان هو يبقى موجود؟ طبعا صحيح. بعيد. تيجي نبص بقى الاسماء جايه من بعيد، فعشان كده الكابتن عصام يعني بيقول لهم يا تقفوا معايا وتطلعوا بيانات وتدعموا الحكام، لانه شقال لهم كده نصا سايبني في وش المدفع لوحدي، ما حدش بيتكلم معايا، ما حدش بيتحرك معايا، فاصبح الموضوع صعب بالنسبه له. ولكن مين ممكن الاسماء اللي نشوفها؟ ما فيش اسماء جديده، يعني كان انطرح انه يبقى موجود بيكملوا الموسم دوت بالكابتن عزب حجاج والكابتن وجيه احمد، لكن اعتقد ان الثنائي لن يستحمل او يتحمل الضغوط. في كلام قالوا ان القصه مبطل السنه اللي فاتت، لكن هتشوف الدنيا رايحه لفين، بيحاولوا يقنعوني يكمل، ولو اقنعوني يكمل علشان المركب تمشي ده انسب قرار. في حاجات تانية برضه يا شيماء انه الخاصه بالمنتخب، خلينا نروح للناحيه يعني اللي احنا الناس كلها بتهتم بيها، منتخب مصر. القايمه بقى، يعني كوبر اجير، انا اسف، تسلم تقرير خاص بماتش سوازيلاند، كان مدير المنتخب الكابتن محمد صلاح سافر، مدير الاداري سافر لسوازيلاند واداله تقرير. ابرز ما جاء في التقرير ان ارضيه الملعب كويسه جدا يا شيماء، الملعب بيتسع من 7 ل 10,000 مشجع، وده عدد قليل، فبالنسبه لنا برضو جنوب افريقيا مختلفه عن باقي افريقيا، يعني بتبقى الاجواء بالزبط. هناك افضل بكتير. بالظبط، هو بس العقبه الوحيده، والجو هناك يعني بالنهار بيبقى 30، بالليل بيعمل 18 19، فبرضه الوضع شبه مصر شويه. كمان قال لهم انه السفر بيستغرق 13 ساعه، لو هنسافر من مصر طيران عادي هيبقى في ترانزيت في جوهانسبرج، وبعدين نوصل. طب لسه ما اتحسمش لغايه دلوقتي ملف الطياره الخاصه، خلاص الموضوع ده اتلغى؟ ما اتحلش، بالعكس ما اتحلش، لانه انا سمعنا ان تكلفه الطيران الخاص 5 مليون جنيه، هل الكلام ده كان صحيح؟ بصي، مش موضوع 5 مليون جنيه، موضوع انه الطياره الخاصه بيتم تكلفه او بتكلف اتحاد الكوره 120,000 دولار، لكن نرجع بقى ونبص للموضوع من ضمن رعاه
المنتخب المصري او اتحاد الكره المصري او الشركه الراعيه احدى شركات الطيران، احدى الشركات الكبيره للطيران، فبالتالي انا عشان ارعاك وعشان اقول ان انا بركب الطيران بتاعك دوت فده بيبقى مجانا المفترض، او المفروض قليله، او ان هو بيبقى في قرار وزاري الوزاره بتتحمل جانب. ولكن ان انا بوصل 5 مليون، لا ما بوصلش 5 مليون. هو الموضوع وما فيه هيبقى 13 ساعه سفر طيران عادي، لو سافرنا طيران خاص هيقل الموضوع بنسبه 7 ساعات، يعني هيقلوا عن السفر دوت. الامر الاهم انه هيبقى فيه ارهاق كتير وتعب طبعا، خصوصا انك هتلعب مباراه يوم 12 اكيد طبعا، يوم 13 لو هتسافر يوم 12 بعد المباراه لو طيران عادي، هتسافر يوم 13 او 14 لو طيران خاص عشان يبقى عندك ارتياحيه للعيبه واريحيه ليهم. صحيح صحيح، اعتقد ان هم برضه لسه ما حسموش الامر، لان هم مستنيين قرار ان يجي لهم ان احنا خلاص موافقين على الطيران الخاص. ماتشين مهمين جدا لازم نحسمهم، اعتقد انه الامور هتتحل في الوقت دوت. ما عادش في حاجات كتير داخل اتحاد الكوره نتكلم عليها غير انه لجنه التحكيم سواء هتنهي عملها ولا مش هتنهيه. في حاله استياء خليني اقول لك داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر من انه تم تعيين ميشيل سالجادو. الناس بتقول مستشار فني، طيب مستشار فني ازاي بينزل ويدرب اللعيبه؟ وازاي تجيب مستشار فني لسه معتزل قريب اللي هو ميشيل سالجادو وتعينه على مدرب انت بتقول ان هو عالمي اللي هو اجيري؟ صحيح، لا المنطق ولا العقل بيقبل الكلام دوت. صحيح، فاذا انت كترت الادوار، كترت الناس اللي بتقعد على الكراسي بره، اذا ده بيعمل بلبله ويعمل مشكله. هل في بوادر مشاكل في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني؟ ما بصي، بوادر المشاكل هتحصل، هو حصل يعني، بس احنا مش عايزين نتكلم غير بعد المباراه دي عادتنا، يعني بعد مباراه سويسلاند هنبدا نقول ان هو في مشاكل بتحصل عشان خاطر نساعد على حلها. ولكن انا بقول لك اهو في زحمه، أجيري دماغ عنيدة جدا، القرار اللي بيتقال له بياخد عكسه، هو بيفرض سيطرته، بيفرض أسلوبه، بيفرض شخصيته، وأنا عارف ده عن قرب جدا، ولكن هل هو هيستمر في دوت؟ وإذا استمر في دوت أعتقد إن المشاكل هتكتر، لأن هو بينفرد كثيرا بالقرارات، وخصوصا موضوع ميشيل سالجادو، يعني الناس اتفاجئت بيه، ما كانش حد يعرف، يعني أعضاء الجهاز الفني صحيح. على الاقل المصريين ومصر كلها تفاجئت ان سالجادو في الملعب، يعني مصر كلها تفاجئت ان هو في الاوتيل ونزل الملعب مع اول تدريب قبل مباراه النيجر، فاذا كان امره مفاجئ، ثانيا شغال بالقطعه، ما ينفعش انت تيجي تشتغل مع مصر وعلى المعسكر وتمشي وتتحاسب بالقطعه، اعتقد انه هذا الامر غير مقبول، ولو انت مستشار فني بنقول تاني يا شيما انت مفترض انك جايب مدير فني عالمي، فاذا ما ينفعش تجيب له مستشار فني، انت اصلا ما بتستخدمش المدير الفني لاتحاد الكوره اللي هو الدكتور محمود سعد، تجيب مستشار فني ليه؟ فاهماني؟ صحيح. طب عايز اسالك برضو عن ازمه بقى لبس بقى والسبونسرز بتوع اللبس في منتخبنا الوطني الاول، هل الازمه دي اتحلت ولا لسه؟ ازمه اللبس هو في راعي لملابس المنتخب، وكان المهندس احمد مجاهد اتكلم فيها، والراعي دوت بيجيب لبس معين باسعار معينه. ولكن خلينا اقول لك انه اللبس بيتوزع ازاي؟ اللبس ليه توزيعه غريبه جدا داخل اتحاد الكره، اللعيبه بتاخد كله معسكرات اطقم معينه وي، ولكن اللبس كله اللي بيجي اسود من العدد اللي موجود كمان، يعني انا مثلا لو كل لعيب بياخد 20 طقم في السنه سواء بقى تريننج او قمصان تدريب او اي حاجه او كل الحاجات دي يا شيماء، دي مش مشكله، المشكله في انه العدد بيبقى جاي بزياده، ولكن العدد بيتعمل تقسيمه غريبه، اعضاء مجلس الاداره ليهم عدد معين، اللعيبه لها عدد معين، التوزيعات لها عدد معين، الهدايا لها عدد معين، والحبايب ليهم عدد معين. انا خليني اقول لك احدى الشركات الراعيه لمنتخب مصر من 5 أو 6 سنين، من 5 أو 6 سنين وانا اتحاسب على الكلام دوت، قبل الشركه الراعيه للملابس حاليا لسه موجود في مخزن اتحاد الكره بمشروع الهدف بنين 6 اكتوبر ملابس من ضمن من ملابس هذه الشركه لسه موجوده داخل اتحاد الكره. يعني انا بقول لك لسه موجود من الشركه الراعيه اللي فاتت، مش هينفع نقول اسماء على الهواء، موجود ليها ملابس. اعتقد ان الموضوع الازمه اللي بتتعمل والكلام ده كله هي مساله اللي يعني ان احنا بنكبر الموضوع او نقلله بحيث ان احنا نزود عرض نقلل عرض، لكن الموضوعات كلها في الاول وفي الاخر انت بقى ما نقللش قيمه اسم منتخب مصر، لانه انا بقول تعالى انت شركه فلانيه لابسه منتخب مصر، ده بالعكس ده انا اخد منها فلوس واخد منها لبس. صحيح، لكن الامور بدات تدار بطريقه عكسيه. صحيح، شكرا ليك احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. نرجع